سعد الله صباحكم أعزائنا المشاهدين، صباحكم جميل إن شاء الله. صباح الخميس إن شاء الله الكل بيتونس في الخميس هذه ويكون جدوله مرتب. صباحكم ابتسامة إن شاء الله تكون مرسومة على وجيه الجميع. وعلى طار الابتسامة لازم نطالع سلمان ونقول له صباحك الله بالخير يا سلمان. صباحك الله بالنور والسرور زميلي واخوي نايف المسلماني. yeah. صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح يوم الخميس مثل ما قال نايف، يوم الخميس يعني ابتسامه ونهايه اسبوع اتمنىها تكون جميله على جميع مشاهدي تلفزيون قطر. والاحلى ان راح ننتقل الان الى مشاهد جميله نبتدي فيها حلقتنا من برنامج فيا الضحى. ربي لنا مجدنا
رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين عقب ما شفنا هاللقطات الجميله. وعلى طار اللقطات الجميله، يعني في هالبلاد الجميله اكيد في فعاليات اجمل. فمن الفعاليات يا سلمان في مهرجان العالمي للاغذيه صاير هنا في الدوحه، يصير كل سنه، بس هالسنه في اشياء جديده. يقول لك جو اللؤلؤه، وبعد نفس الشيء راحوا كتاره، وموقعهم الاساسي في متحف الفن الاسلامي. جميل، هذا المهرجان من اجمل الاماكن خصوصا في هذا الوقت، ويعني العديد من الفعاليات، العديد من المطاعم المشاركه باسعار نايف. لو تشوف ان الاسعار حتى الموجوده هناك في الاقسام المشاركه في هذا المهرجان اسعارها منخفضه عن اسعارها الاصليه اللي تكون في المحلات. فمهرجان حلو بما ان احنا في الويكند، فهذه دعوه لجميع المشاهدين للتوجه هناك. وان شاء الله في هذه الحلقه راح تكون عندنا فقره عن مهرجان الاغذيه. اكيد، فنشوف هذا التقرير عن مهرجان الاغذيه وراجعين ان شاء الله مره ثانيه. الطعام من أهم أوجه التواصل والتقارب بين الشعوب، فاختلاف النكهة والمذاق والمكونات يجمع البشر ولا يفرقهم. فبزيارة إلى مهرجان قطر العالمي للأغذية السابع تجد العالم متحدا يبحث في أنواع الغذاء الصحي ويتبادل ثقافته من خلال المذاق الجميل. النسخة الحالية من المهرجان تسعى لنشر ثقافة نمط الغذاء الصحي للكبار والصغار، ونظمت حملات إلى المدارس لتحقيق هذه الغاية. وتضفي الفعالية التي تستضيفها جزيرة اللؤلؤة قطر طابعاً حضارياً جديداً على أجواء المهرجان، حيث تحتضن المنطقة عربات الطعام المتنقلة القادمة من داخل قطر ودول خليجية. زوار المهرجان على موعد في الحي الثقافي كتارا مع تجربة أشهر أصناف الطعام لدى ثقافات العالم المتعددة. وبوسع الزوار أيضاً الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية، فضلاً عن حضور جلسات مسرح الطهي المباشر المصغر. عالم المذاق، عالم الصحة، يجتمع في قطر المحبة. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا المهرجان، بعد ما شفنا هذا التقرير عن المهرجان العالمي للأغذية. أكيد الشيء اللي لفت انتباهي ولفت انتباهكم أكيد مشاهدينا الكرام هو المطعم المعلق في السماء. تجربة جميلة، نايف جربته ولا لا؟ والله ما جربته، بس إن شاء الله هالاسبوع راح اجربه ان شاء الله. وهذه الدعوه من مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا لكم للتوجه الى هذا المهرجان. فعاليات جميله تقام في حديقه المتحف الاسلامي في اللؤلؤه وفي كتار ايضا. والان راح ننتقل الى فقرتنا المعتاده كل يوم، فقرتنا في جولتنا في صحافتنا المحليه وايضا العالميه. واول اخبارنا لهذا اليوم من جريده الوطن، فن الحرير الصيني بكتارا. افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر مساء أمس معرض فن الحرير الصيني، وذلك بجاليري متاحف قطر بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. يأتي افتتاح هذا المعرض الذي يتواصل حتى شهر مايو المقبل في إطار برنامج العام الثقافي قطر الصين 2016، والذي يهدف إلى تعميق التفاهم وتعزيز التبادل الثقافي بين قطر والصين من خلال التبادلات الثنائية للفنون والثقافة والتراث. أنا أذكر أني حضرت وقت ما صارت الاتفاقية هذه، كان من الافتتاح
عفوا من توقيع الاتفاقيه والفعاليات اللي صارت انه راح تصير فعاليات جدا رائعه، واكيد انا راح شخصيا راح ازور هذا المعرض لانه مبين ان السنه هذه في تغيير كبير، يعني كل سنه مره مع تركيا مره مع البرازيل، هالسنه مع الصين، فاكيد فيها اشياء جديده وانا شخصيا متشوق اني راح اشوفها. اكيد شيء جميل احنا نتعرف على ثقافات شعوب ويون الشعوب هذه وتعرفون على ثقافتنا. كان عندنا تقرير ايضا عن هذه السنه الثقافيه لما كانت عندهم فعاليه في جامعه قطر، شفنا الطلاب من جامعه بكينيو الى قطر ويتكلمون اللغه العربيه بطلاقه، وهذا شيء جميل واحنا ما نطمح اليه نروي ثقافتنا للغير. مشاهدينا الكرام راح ننتقل الى ثاني خبر من اخبارنا المحليه وفي جريده الرايه. الجامعه تنظم لقاء تعريفيا لبرامج الدراسات العليا. نظمت جامعة قطر اللقاء التعريفي لبرامج الدراسات العليا، ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام جامعة قطر المتواصل بالتعليم العالي، حيث توفر الجامعة فعالية الفرصة لجميع المهتمين بالانتساب لبرامج الدراسات العليا في جامعة قطر، التعرف طبعا على هذه البرامج ومتطلباتها بالإضافة إلى المساعدة للتقديم على هذه البرامج للراغبين في ذلك. برامج جميلة في جامعة قطر، نتمنى دائما التوفيق لطلبة البكالوريوس وأيضا طلبة الدراسات العليا أنهم يتخرجون من الجامعة بسلام ويرفعون اسم دولة قطر في العالي. أكيد الطموح الأجمل إنه لما يعدي مرحلة البكالوريوس وما يقول إنه بس الحمد لله خلاص، لا، إنه يطمح يكمل تعليمه. التعليم مش مجرد شهادة علشان يتوظف، لا، التعليم هو طموح وثقافة يعززها الشخص في نفسه. ننتقل حاليا أعزائنا المشاهدين إلى جريدة الشرق، قطر الخامسة عالميا في مؤشر السياحة الإسلامية. حافظت قطر على المركز الخامس ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016. وكشفت النتائج أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 117 مليون مسافر في عام 2015، ما يمثل 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول 2020، أي ما يمثل 11% من قطاع السفر، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 200 مليار دولار أمريكي. شيء طبعاً جدا مفرح، يعني جميل، وهذا إنجاز يضاف إلى إنجازات دولة قطر. أكيد، يعني خاصة بعد لما تشوف الفعاليات اللي عندك وتونا متكلمين عن مهرجان الأغذية وأشياء كثيرة تصير، فأكيد أنها تجذب السواح، يعني وخاصة لما نتكلم عن السائح اللي يجي عشان انها دولة مسلمة ويتعرف على الاشياء هذه. فلما نتكلم احنا عندنا المتحف الفن الاسلامي واشياء تعزز الهوية الاسلامية، فنتشرف فيهم جميع. اكيد نايف، راح ننتقل الان الى رابع خبر من اخبارنا المحلية وهو اخر خبر محلي معنا اليوم. مهرجان الاغذية ملتقى لكبرى علامات الفنادق في قطر، طبعا هذا الخبر من جريدة العرب. شهد مهرجان قطر الدولي للأغذية في نسخته السابعة مشاركة كبيرة من قبل فنادق الدوحة بكافة تصنيفاتها، لا سيما الخمس نجوم والأربع نجوم. وسجل المهرجان إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين في يوميه الأول والثاني، كما توافد عدد كبير من السياح والخليجيين والأجانب إلى مرافق الترفيه الموجودة في هذا المهرجان واستمتعوا بالخدمات العائلية المتاحة فيها. وقد جذبت الأنشطة والفعاليات المتوافرة في مواقع عدة في الدوحة الزوار الذين استمتعوا بالأنشطة الترفيهية وتجربة الأطباق المقدمة من قبل الفنادق. طبعا اليوم أتوقع أغلب أخبارنا راح تكون عن مهرجان الأغذية لما فيه من أهمية، وفيه يعني أهمية على الجانب السياحي، أهمية على الجانب الغذائي، أهمية في عدة جوانب، فهذه الحلقة راح نسلط فيها الضوء أكثر على هذا المهرجان. إن شاء الله تكلمنا عن الأغذية وايد، أنا يعت الصراحة بس إن شاء الله راح تكون لنا زيارة اليوم. ننتقل أعزائنا المشاهدين إلى أول أخبارنا العالمية والمنوعة، فأهم الطرق الطبيعية للقضاء على النحافة. طبعا هذا الخبر استكمالا لأخبارنا عن الغذاء، فلازم الواحد يحافظ على النحافة. هذا يتوقع نغزة أنه تروحوا مهرجان الأغذية روحوا بس سكلوا باعتدال. أكيد. تعد مشكلة النحافة الزائدة من الأمور المزعجة للعديد من الأشخاص. يحتاج علاج النحافة إلى بعض الوقت والجهد والصبر حتى يستعيد الشخص وزنه الطبيعي ويتمتع بالمظهر المعتدل والقوام الذي يريده، ويوجد العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على القضاء على النحافة، منها تناول سعرات حرارية أكثر من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وممارسة التمارين الرياضية التي تهدف إلى زيادة الوزن، والحرص على تناول الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، والحرص كذلك على تناول المشروبات المغذية
مثل اللبن كامل الدسم وتناول اللحوم المختلفة والمكسرات. احنا لما نتكلم عن النحافة الزائدة او مشكلة في الوزن الزائد او السمنة، فهذه نفس المعلومات لو تعكسها تكون هي حل او هي حلول لمشاكل السمنة. فالموضوع كله اعتدال، واللي يبي انه ينتهي من مشكلة النحافة الزائدة فيزيد من الاكل، لكن يزيد من الجرعات الطبيعية، ياكل الاشياء الطبيعية، ما ياكل اشياء مثل الوجبات السريعة وغيرها. أكيد نايف، والآن راح نتكلم أيضا في أمر غذائي له علاقة بالصحة، وهو عن فاكهة فيها العديد من القيم الغذائية وهي الرمان، فوائد صحية وطبية لا تحصى لفاكهة ذكرت بالقرآن الكريم. الرمان أحد أهم الفواكه على الإطلاق لاحتوائها على العديد من المركبات الغذائية المهمة، ويعد الرمان أحد الفواكه القليلة التي ذكرت في القرآن الكريم مما يدل على أهميته. وأكدت العديد من الأبحاث أن الرمان يعمل على علاج مجموعة واسعة من الأمراض، ويحتوي الرمان أيضا على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية المهمة لوظائف الجسم. وتحتوي الثمرة المتوسطة منه على ما يلي 100 سعرة حرارية، 1 جرام من الألياف أي ما يعادل نحو 4% من القيمة الموصى بها يوميا، 4% من القيمة الموصى بها يوميا من فيتامين ألف، 15% من القيمة الموصى بها يوميا من فيتامين جيم، و2% من القيمة الموصى بها يوميا من الحديد. وللرمان أيضا فوائد الكبد ومحاربة السكري وغيرها. جميل أن الرمان لها الفوائد كلها وطعمه حلو، يعني نادر ما تلاقي شيء حلو في فوائد وايد، دائما أشياء يعني تكلم بشكل صريح الأشياء اللي فيها قيمة غذائية وجميلة للنظام الغذائي دائما يكون طعمها مو بحلو يعني، لكن الرمان جميل، فاكهة من أروع ما تكون، وأيضا أهميتها ذكرت في القرآن الكريم. أكيد ما شاء الله، الأهمية اللي ذكرتها والمعلومات الغذائية اللي ذكرتها جدا مهمة. اللي يحب أن يأكل الرمان نفس ما هو يأكله، اللي يسوي عصير يسوي، أهم شيء أنه يستفيد من القيمة الغذائية ويحاسب على السكري، لأن لاصق يراقب السكري. شهاللاصق خلونا نشوفه. فتنصح إدارة الصحة الأمريكية الأشخاص البدينين المعرضين للإصابة بالسكري من النمط الثاني أكثر من غيرهم باتباع النمط صحي في الغذاء وممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميا والإكثار من تناول الخضروات والتقليل من المربى والحلويات. والجديد في أبحاث السكري والذي قد يحدث تغييرا جذريا بالنسبة للسكر يتمثل في ابتكار رقعة أو لاصق جلدي يعمل على قياس سكر الدم ويقوم بضخ الدواء إذا لزم الأمر ذلك أو عند الحاجة. يعني يكون لاصق في جسمك هو يحدد نسبة سكري لو كانت مرتفعة ولا ناقصة عندك، ونفس الوقت أنه يعطيك الجرعة. يعني حل نقدر نقول سحري. أكيد. يعني إذا شفناه على أرض الواقع وإذا كان فعلا موجود على أرض الواقع فهذا أنا أشوفه إنجاز علمي نحتاجه. أكيد نايف، أنت مو ملاحظ أن يعني أخبارنا اليوم كلها تتكلم عن الصحة وهذه الأمور؟ لازم إحنا نذكر مشاهدينا الكرام ونذكر أنفسنا أيضا أن ممارسة الرياضة مع اختيار قيمة غذائية جميلة دائما يكون لها فائدة في إنقاص الوزن واتباع نظام غذائي جميل. ومن الأشياء الحلوة أيضا نضيفها للنظام الغذائي واللي أنا أحبها هي السمك والأكلات البحرية. واليوم معنا زميلنا خليفة الرماحي الموجود في شبرة السمك، والفقرة اللي أنا أنطرها كل أسبوع راح نشوفها اليوم. صباحك الله بالخير زميلنا خليفة الرماحي. صباح الخير طبعا زميل سلمان وزميل نايف، نصبح عليكم نصبح على جميع مشاهدينا ومتابعينا، ونخص في هذه التصبيحة عيايزنا الكبار وشيباننا نقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. مثل ما ذكرتوا طبعا زملائي في الاستديو، احنا اليوم متواجدين في السوق المركزي وبالتحديد في الشبرة الرئيسية، الشبرة الكبير اللي تغذي تقريبا كل أسواق قطر بالأسماك. راح نتطرق لبعض الأنواع وبعض الأصناف اللي موجودة ونشوف أسعارها. خلوني أشوف أول محل هني ونتكلم وياه عن بعض الأنواع الموجودة. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. بلطي مال وين؟ بلطي مال مصر. مال مصر على كم؟ 13 ريال. 13 ريال. دائما احنا نقول يعني هم متسامحين في بعض الأسعار، يمكن هني مكتوب 15 لكن هو يقول ب13، ويمكن بالنسبة لزاير الكبرة إنه يفاصل في السعر يمكن ينزل لأقل من 13 ريال. آخر 13 آخر 13 يقول مال اليوم. اليوم مال اليوم. اليوم يقول مال اليوم. طيب صافي مال وين؟ صافي مال الدوحة. مال الدوحة. وخلوني أشيل واحدة، يعني أنا يمكن بعض الأنواع من السمك، وهذه تقريبا طريقة إحنا يمكن عرفناها من الدكاترة بالنسبة للسمك إنها تكون يعني جسمها معتدل ومسموت شوي، وأيضا العين يمكن نلاحظ الآن العين هني
نشوف العين، يعني دائما تكون العين واضحه، وايضا ممكن شويه تفتح لي بس هني، وايضا من نشوف هني من النقانيق مثل ما نقول بلهجتنا القطريه من النقنوق ايضا يبين اذا كانت السمكه طريه، وهذه السمكه اكيد انها طريه. مال وين هاي؟ مال الدوحه. مال الدوحه. على كم الكيلو؟ 30 ريال. يعني اليوم بعد ايضا نلاحظ نزول في الاسعار عن الاسبوع الماضي، يمكن كان الاسبوع الماضي تقريبا قبل اسبوع تقريبا 50 ريال، 50 ريال، اليوم 30 ريال بالنسبه لصافي الدوحه. القباقب مال وين؟ طبيب مال الدوحه. قباقب الدوحه، يعني مثل ما تشوفون هذه الذكر، وايضا يعني الفرق بين الذكر مثل ما ذكرنا في اللون، ايضا في هذه الجهه او هذا الجزء تشوفون هني طوالي، هذا بالنسبه للذكر، لكن الناثيه تختلف وفي اللون، وايضا في هذا المكان اللي هو فيه تقريبا البيض مثل ما تشوفون في فرق بين هذا وبين هذا. هذه بالنسبه للمكن، ودائما اهل قطر ولا اللي يعرفون السمك يدورون الانثى او المكن من القباقب. على كم القباقب؟ 15 فيه 20 فيه. 15 20 بالنسبه للمكن 20 والحيلانيه 15. طيب شعوم على كم؟ شعوم على 20. على 20 مال الدوحه؟ مال الدوحه. شعوم الدوحه يقول. طيب خثاثيق على كم؟ كمان سعودي. على كم؟ 20 ريال. 20 ريال بالنسبه للخثاثيق. البياح على كم؟ بياح 23. مال وين؟ مال مصر. مال مصر. يعني مثل ما تشوفون والبياح المصريه شويه لونها غامج، ويمكن هني البياح القطريه تشوف لونها فاتح ولماعي اكثر من البياح المصري. على كم قلت لي؟ 23. 23 بالنسبه للبياح. الصمان؟ الصمان 15 ريال صغير. 15 ريال صغير. ربيان مال وين؟ ربيان مال هندي. هندي على كم؟ 35. 35. هذا قرقفان على كم؟ قرقفان 6 ريال. 6 ريال بالنسبه للكيلو. كم عد كم اليوم؟ كم عد؟ 40 ريال. 40 ريال. اخر؟ اخر. في فرق بين الكبير والصغير؟ اي صغير في 50 60. خباط يعني الصغير خباط. خباط. على كم الخباط؟ ما عندي مقر. 60 ريال. 60 ريال بالنسبه للخباط. والكم عد الكبير على كم؟ 40 ريال. 40 ريال. زبيدي على كم؟ زبيدي في 20 في 30 في. لا الصغير الزبيدي مال الدوحه. مال الدوحه. مال الدوحه. زبيدي الدوحه الصغير 20 35 30. 30 ريال. والكبير 18. 18. طيب نقول الكوفر على كم؟ كوفر على 10. على 10. الشعري على كم؟ الشعري في 10 في 12 في. الكبار على 10 والصغار 12. طيب نقول الفسكر على كم؟ الفسكر على 8. 8 ريال. مشكور يا اخوي. يعني شفنا في هذا المحل تقريبا انواع كثيره في محل واحد، لكن ايضا خلوني انتقل محل ثاني، يمكن هذا شوي مزحوم، اسمحوا لي المشاهدين، خلونا ننتقل محل ثاني ونشوف بعض الانواع. ايضا هذا المحل مشغول، خلوني اشوف هني، خلوني اشوف في هذه الجهه، الجهه الثانيه. واحنا اليوم في الجزء الشرقي من الكبره، اليوم في الجزء الشرقي من الكبره. وين؟ تعال تفضل وياي، تفضل خلني اشوف الاسعار شوي. تعال هني الله يخليك، تعال هني خلنا نشوف، تعال هني الله يخليك. الصافي مال وين؟ الصافي مال الدوحه. الصافي مال الدوحه. ويمكن اللي يشوفني الان او يتابعني، هذه يعني يسمونه البستوك، اعتقد انه البعض يسميه البستوك، يمكن على اساس صغير وفي القلي يكون مقرمش. يمكن مال الدوحه على كم؟ هذا 25. 25 بالنسبه لهذا. النيسر على كم؟ نيسر 6 ريال. 6 ريال بالنسبه للنيسر. طيب نقول الصمان على كم؟ الصمان 20. 20 الصمان. طيب ام الربيان على كم اليوم؟ ام الربيان 45 من الباكستان. 45 مال باكستان. استاكوزا؟ استاكوزا 70 من الباكستان. 70 مال باكستان. الربيان؟ الربيان قبيل 90 ريال من الباكستان. 90 ريال مال باكستان. طيب خلني اشوف هذه، هذا عوم؟ سمك مال هند. مال هند. يعني عندنا تقريبا نسميها عومه، اعتقد انها عومه، يمكن نوع شويه يختلف لونها، يعني او نقول جسمها شفاف. على كم هاي؟ على 20. هاي من يشتري؟ مال الهند يشتري. يعني الجاليات الاسيويه تقريبا تفضل هذا النوع من الاسماك. خلينا نشوف هذا، هذا مزارع. مال المزارع. مزارع مال وين؟ مال الهندي. مال الهند ومزارع، يعني اكيد في فرق يمكن موضحه الحين من خلال الكاميرا بالنسبه للمزارع وبالنسبه للطبيعي اللي في البحر. طيب مال المزارع على كم؟ 40. 40. طيب خلينا نشوف اللون البرتقالي هذا، تقريبا يكون من البحر او طبيعي او مش مال مزارع، على كم هذا؟
هذا مال باكستان 50 ريال. 50 ريال، يعني عنده انواع كثيره، عنده انواع كثيره. مشكور يا اخوي مشكور. خلوني، عنده طبق لزق بعد، عنده طبق لزق. يعني يمكن البعض يسال عن بعض الانواع اللي موجوده، خلوني اسال عن الهامور. خلوني اسال هني عن الهامور. بالنسبه للهامور على كم الكيلو؟ 30 ريال. 30 ريال كبير. خمسة كيلو. كبير 5 كيلو وزياده. ايوه. مال الدوحه. مال الدوحه. مال الدوحه، طيب. هذه حلوه؟ حلوه يو؟ حلوه. على كم؟ 30 ريال. 30 ريال، مال وين؟ باكستان. مال باكستان، أم الربيان مال الدوحه؟ أم الربيان مال باكستان. مال باكستان، على كم؟ 50 ريال. 50، يمكن في فرق بين هذا المحل والمحل اللي قبله، لكن شنعد على كم؟ شنعد اليوم 50 ريال. 50 بالنسبة للكبير، خباط ما عندك؟ خباط ما في. خباط ما عنده، يقول ما عنده، طيب. هذا بياح اللي هناك، بياح بيا مال عماني. مال عمان، يعني نلاحظ مال عمان او مثل ما ذكرنا قبل شوي قريب من سمك بياح الدوحه. على كم مال عمان؟ 25. 25 بالنسبه لبياح عمان. حمر على كم؟ حمر هذه 18 ريال. مال وين؟ مال الدوحه. مال الدوحه. شعري؟ شعري 10 ريال. شعري 10 ريال. انا ابغى يعني مستغرب حتى بعض الانواع صراحه غريبه، حتى بالنسبه لبعض انواع الربيان صراحه الاحظ غريبه، وانا ماسكها الحين بيدي يعني لزجه لزجه صراحه، يعني ما اعرف لونها فعلا غريب بني زياده عن اللزوم. هذا مال المزارع؟ هذه مال المزارع. مال وين؟ مال السعوديه. مال السعوديه، يعني لونه فعلا غريب شوي، يعني بني داكن. على كم الكيلو؟ 30 ريال. 30. وهذا نوع وهذا نوع، يعني انواع كثيره. يمكن الاخوان الان في الاستديو ومنهم زميلنا عبد العزيز العبيدلي يقول لي انت دائما تتطرق للربيان. انا يمكن اتطرق للربيان للتوضيح فقط، ان الانواع تختلف في الالوان وفي الاسعار اذا كانت مزرعه او كانت بحر طبيعي. طيب هذا مال وين؟ مال باكستان. مال باكستان، على كم؟ 40 ريال. وسط تقريبا، وسط. مشكور يا اخوي مشكور. خلوني بعد انتقل محل ثاني. خلوني الشعوم، يمكن سألته أنا الشعوم على كم؟ مشغول مشغول الريال. الشنعد أبشر أبشر. يسألوني الربع بالنسبة للشنعد. حد يتفضل وياي هنا أسئلة؟ تفضل معي، الله يخليك، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. شنعد على كم؟ شنعدي 65 ريال. 65. هذا بالنسبة تقريبا خباط. هذا 2 كيلو. أبا 2 كيلو، يعني هذا تقريبا خباط. تقريبا خباط. والكبير على كم؟ كبير 45. والكبير 45. تقريبا الكبير كم كيلو فيه؟ 6 كيلو. طيب عطني واحدة خلنا نشوف، عطني واحدة كبيرة خلني أمسكها بيدي بس عشان المشاهد يشوف، عشان المشاهد يشوف. يعني مثل ما تشوفون، يعني مثل ما شاء الله، والله فيها ثقل، والله فيها ثقل ما شاء الله. شوف يعني فعلا تقريبا 6 كيلو او 7 كيلو فيها تقريبا، يعني لو تكلمنا عن 50 كيلو يعني ب 350 تقريبا هذه السمكه مثل ما تشوفون. طيب خلونا نشوف الشعوم على كم. تفضل عندي هنا الشعوم على كم. طبعا الشعم، الشعم قريب من السبيطي، قريب من السبيطي في الشكل حتى، لكن السبيطي يجي حجمه كبير يمكن يوصل الى 4 او 5 كيلو او 6 كيلو، والشعم تقريبا ما بين كيلو الى كيلو ونص تقريبا. على كم شعوم؟ 15 ريال. 15 ريال مال الدوحه. مال الدوحه. طيب تبان على كم؟ تبان 15. التبان، وهو التبان هذا النوع التبان اللي هو التونه، سمك التونه، لكن احنا نسميه في الخليج او نسميه على وجه الخصوص في قطر تبان، اللي هو سمك التونه مثل ما تشوفون. تقريبا فيه كيلوين. على كم قلت لي؟ 15 ريال. 15 ريال بالنسبه للكيلو. طيب خلينا نشوف الكراري على كم. قراري 18. مال الدوحة. مال الدوحة. مال اليوم. أمس في الليل. أمس في الليل، يعني أمس في الليل أكيد بما أن الحراج دائما انتقل من فترة الصباح تقريبا بالنسبة للسمك قطر إلى الفترة المسائية، فهو مال في الليل. مال في الليل تقريبا، يعني ما عدى عليه 24 ساعة مثل ما تشوفون. كم قلت لي الكرار؟ 18 ريال. 18. زبيد الدوحة على كم؟ زبيد الدوحة 35. شيء كبير. 35. بياح؟ بياح 50 ريال. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة. وإذا نبي نوضح بس للمشاهد، هذه بياح الدوحة ولونه تقريبا مثل ما تشوفون، لونه فعلا جميل، أبيض براق مثل ما تشوفون، لكن المصري يمكن يكون شوية لونه بني أو مائل إلى اللون الغامج شوية. كم قلت لي البياح؟ 50 ريال. 50 ريال بالنسبة للبياح. طيب هذا شنو، سردين؟ هذه قرفة. قرفة على كم؟ قرفة 7 ريال. 7 ريال بالنسبة للقرفة. طيب الكوفر على كم؟ كوفر 10 ريال. 10 ريال كوفر. يعني الهوامير، ما عندك هوامير؟ نعم. هامور ما عندك؟ هامور ما عنده. هامور ما عنده. مشكور يا أخوي. خلوني أنتقل
انتقل لمحل عنده هوامير، خلوني انتقل لمحل الجزء الثاني هذا عنده هوامير، لكن الهامور يسمح لي مشاهدنا الكريم يمكن ما اقدر اشيلهم لان فعلا احجامهم جدا كبيره جدا كبيره. خلوني اتكلم ويا صاحب المحل واشوف. هذه طبعا مثل ما تشوفون الهامور حجمه كبير، تقريبا كم كيلو هذا؟ هذا تقريبا 8 كيلو 7 كيلو 8 كيلو 7 كيلو. كم الكيلو اليوم؟ 25. 25 يعني اكيد ان هناك اختلاف في الاسعار من الفتره الماضيه الى الان بالنسبه للهامور، لانه كان في فتره من الفترات تقريبا استقر سعره بين 60 الى 70 ريال ويمكن وصل 80 ريال، لكن اليوم نتكلم عن 25 ريال للكيلو. طيب اخر 25؟ اي 25. يعني اذا واحد بياخذ 15 كيلو ممكن ينزل عن 25؟ 25 واحد ريال ينزل ممكن. ريال واحد بينزل، يقول ريال واحد بينزل. طيب قرقفان على كم؟ قرقفان 8 ريال. 8 ريال بالنسبه للقرقفان. استاكوزا على كم؟ استاكوزا 50 ريال. 50 ريال مال وين؟ مال عمان. مال عمان، شفنا قبل شوي استاكوزا مال باكستان لكن هذا مال عمان ب 50 ريال للكيلو. ام الربيان مال وين؟ باكستان. اي باكستان. على كم؟ 50 ريال. 50 ريال احجامها يعني من متوسط الى كبير تقريبا، وفي احجام صغيره. هذا بياح اللي وراه؟ اي والله. مال وين؟ باكستان. مال باكستان. اذا حتى البياحه مالت باكستان تختلف في ظهرها تقريبا لون رمادي وعند بطنها تقريبا اللون الفاتح. كم قلت لي؟ 20 ريال. 20 ريال بالنسبه للبياح الباكستاني. طيب نقول بنت النوخذه او الفسكره على كم؟ فسكره 8 ريال. كم؟ 8 ريال. 8 ريال. ومال قطر مال الدوحه؟ أيوة. مال الدوحه. مال الدوحه مثل ما يقول الصمان؟ الصمان 20 ريال. مال الدوحة. مال الدوحة. طيب كم نهايته كم؟ آخر كم؟ آخر زيادة بين لازم شوي ننزل. إذا بتاخذ زيادة يقول بنزل بنزل. يعني مثل ما تشوفون أيضا خلينا نتكلم آخر شيء نشوف اللي هو هذا مش خثاق. يعني حتى 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 هم كاتبين عليه كلماري، لكن أعتقد في دول كثير يسمون الخثاق أصلا كلماري. أعتقد في دول كثير يسمونه كاليماري لكن هو خثاق وحجمه فعلا صغير جدا جدا صغير. يعني هذا تقريبا يمكن تاخذ لك 40 حبه يمكن تطلع كيلو. 40 حبه يمكن تطلع كيلو. كم قلت لي هذا؟ 20 ريال. مال وين؟ مال السعودي. مال السعوديه. اخر شيء اشوف الصافي مال وين ومكتوب عليه صافي الدوحه وايضا ب 25 ريال بالنسبه للكيلو، لكن انا بشوف صاحب المحل كم يقول لي بالنهايه؟ كم نهايته؟ نهايه مال 20 ريال. 20 ريال يقول يمشي وتقريبا وسط. وانا اقول مشكور يا اخوي. شكرا جزاك الله خير. يعني مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين يعني في كبره السمك الرئيسيه او في السوق المركزي اللي هو فيه طبعا الاسواق الخضراء وغيرها سواء كان سوق الكيلو او الجمله، ايضا كبره السمك تفتح صباحا ومساء. وحراج السمك بالنسبة لحراج السمك لأسماك قطر في الفترة المسائية وفي الفترة الصباحية، الحراج بالنسبة لأسماك المستوردة من الخارج، وأيضا هناك قسم للتنظيف وتكلمنا عنه في حلقات سابقة أو في نقولات سابقة أنه تقريبا مجهز من أفضل التجهيزات وأفضل المعدات وأيضا أفضل الفنيين، يعني بحيث أنك ما تأخذ وقت طويل في تنظيف سواء كان سمك أو ربيان. ودائما أقول في نهاية الأسبوع أتمنى لكم إجازة سعيدة، ونتمنى للجميع إن شاء الله من يوم الأحد القادم بإذن الله في نقلات. وأقول دائما تابعوني في نقلاتنا سواء كانت أنا أو زملائي أيضا في أماكن أخرى وشتى الأماكن في دولتنا الحبيبة قطر. وأقول سامحوني على القصور وأرجع للزملاء في الاستديو والزميل سلمان والزميل نايف. كل الشكر لك زميلنا خليفه الرماحي قواك الله. صراحه انا ونايف واقفين ونستمتع بهذه النقلات الجميله اللي تقدمها لنا وايضا الجوله الرائعه في كبره السمك، وان شاء الله غدانا يكون بحري يا نايف. وين بنروح الحين؟ الحين بنروح اعزائنا المشاهدين لاولى فقراتنا لهذا اليوم، راح تكون ان شاء الله نتكلم عن مهرجان قطر العالمي للاغذيه في نسخته السابعه. ايش الجديد في النسخه السابعه؟ خلونا نبدأ معكم الفقرة الأولى بعد الفاصل.
عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج فيضحة. بعد هذا الفاصل راح نتكلم مثل ما قلنا لكم عن مهرجان قطر العالمي للأغذية في نسخته السابعة. المهرجان له صدى كبير جدا، الشغل الشاغل في دولة قطر يمكن في بين الناس وبين وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا المهرجان. راح نعرف سر هذا المهرجان وليش الناس كلها تتكلم عنه وش الجديد في هذه النسخة السابعة مع الآنسة مشاعل شهبيك مدير الفعاليات والمهرجانات السياحية في الهيئة العامة للسياحة. حياك الله معنا في برنامج فيض ضحى، سعيدين بتواجدك ويانا. انا اسعد، حياكم الله، ويسعدني اني اكون متواجدة معكم اليوم، واحب اصبح عليكم وعلى كل الجمهور اللي يتابعنا اليوم. متشرف فيك اختي مشاعل. في البداية يعني لما نقول النسخة السابعة يمكن في ناس وايد لما يسمعون النسخة السابعة يقولون اوه ما شاء الله المهرجان صار له سبع سنين، فنبي نعرف نبذة أكثر عن المهرجان، يعني نشوف تطور مراحل. يعني إحنا قبل الهواء قلتي لي إنه كان على مستوى أصغر، لما كبر الموضوع، فعطينا نبذة عن المهرجان. صحيح الكلام اللي قلته، يعني هاي النسخة السابعة، بس مثل ما قلت كثير توهم يعرفون من هالنسخة والنسخة اللي طافت، لأن تغير الموقع. يعني أول شيء دائما لما نبتدي بخطتنا في أي مهرجان نبتدي نشوف الوضع في الدوحة، نحس يعني إيش ممكن نسويه في المهرجان في نسخته الأولى على أساس أن نضيف في النسخ الإضافية، لأنه مهم أن المهرجان يكون مهرجان مستدام. يعني والفكرة من الاستدامة مش أن أنت تبقي على نفس النسخة في كل السنوات، ولكن إيش اللي أنت تضيفه في كل نسخة. فالنسخة هذه المهرجان طبعاً في أكبر يعني نسخة حصلت في المتحف الفن الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك إحنا طلعنا شوي خارج نطاق المتحف الفن الإسلامي حتى وصلنا كثارة واللؤلؤة قضاء. صحيح، يعني أنا أقول الله يعين النسخة الجاية ما دام هذه النسخة ما شاء الله بهذا الانتشار الواسع، النسخة الجاية الله يعين شو محضرين لنا. طبعا المهرجان لولا نجاحه ولولا يعني أهميته لما شفنا هذا الصدى من جميع المشاهدين، وهذا شيء يحسب لكم. نبي نعرف شو اللي يميز هذه النسخة عن النسخ الستة السابقة. احنا وصلنا لنسخة سابعة، أي أن في ست نسخ سبقت هذا المهرجان. نبي نتعرف شو اللي يميز هذه النسخة. بالضبط، النسخة هذه فيها أشياء كثيرة صراحة تميزها، يعني يلاحظونها أن الناس اللي تعودوا يحضرون المهرجان. أولها مثلا إحنا في النسخة اللي طافت وزعنا استبيانات على الناس، فخذنا برايهم وتعرفنا أن أكثر الجمهور طبعا يطالب أن أنت تزيد عدد الأيام، ففي هذه النسخة زيدنا يومين عشان يصل المهرجان ويصير أسبوع. هذه واحدة من النقاط. النقاط الثانية طبعا الطهاة المشهورين على مستوى المحلي والاقليمي والعالمي، فكثير من الاسماء حضرت هذه السنه والصدى كان ممتاز للامانه. هاي شيء ثاني. الشيء الثالث امتداده لكتاره واللؤلؤه. احنا ما سوينا نسخه مشابهه للنسخه الموجوده في متحف الفن الاسلامي، ولكن سوينا الاشياء التي تناسب هذه المناطق الجديده اللي ضفناها على الجدول. بالإضافة إلى هاي الأشياء طبعاً ركزنا على النمط الصحي والغذائي، فصارت المنطقة هذه أكبر، بديناها بحملة إلى المدارس انتهاءً بزيارة المدارس للمهرجان في الفترة الصباحية. في طبعاً عديد من الأشياء الإضافية إلى زيادة عدد نسب المشاركين من الفنادق ومن المطاعم الجديدة، بالإضافة إلى قسم مخصص للإنستغرام طبعاً في دعم منه التجار او المشاريع الصغيره والمتوسطه. مشاعل، لما نشوف اللقطات هذه نشوف ما شاء الله شغل متعوب عليه، الله يعطيكم العافيه، فانت كونك مديره الفعاليات والمهرجانات السياحيه في الهيئه العامه للسياحه بالتاكيد ان لكل فعاليه مجهود معين، فابي اعرف اهميه المهرجان هذا. يعني انت اللي تشتغلين وانت اللي تقدرين اهميه المهرجان هذه والاشياء اللي تلعبون او الاشياء اللي تجهزون لها في المهرجانات. طبعا دور المهرجان مهرجان الأغذية مثل دور بقية المهرجانات، يعني أنت أول شيء تخلق من المهرجانات فرص حتى الناس يجون ويزورون الدوحة. إحنا نسعى في السنوات الأولى على أن إحنا نسلط الضوء في المنطقة على الأقل، من بعدها ينتقل هذا الصدى إلى العالم. هذه واحدة من الأسباب أن أنت تخلق جدول مستدام ومهرجانات قوية، يعني تخلي الناس يجون عشانها. هذه واحد. الشيء الثاني طبعا من أسباب وجود هالمهرجانات أو الأهداف اللي هو الاقتصاد،
يعني انت تنعش الاقتصاد بطريقه مباشره لما انت تحرك الجو في الدوحه بهذه الطريقه. مثل ما قلت ان الناس صار شغلهم الشغل المهرجان، وطبعا يعني انا من هالمنبر اشجع كل الناس ان يحضروا المهرجان، لان جد راح يفوتكم المهرجان. في ناس يتعنلون يعني من دول الخليج عشان بس يحضرون المهرجان، وخاصه لما تتكلمت عن الطهاة العالميين وحتى العرب اللي موجودين، ففي ناس بس يجي مخصوص حق الشيف هذا علشان ياكل من عنده. والله كلهم لذيذ الصراحة، فكلكم لازم تجربون الأكلات اللي يسوونها. طيب تكلمنا عن إضافة اللؤلؤة وكتارة أيضا بالإضافة لمتحف الفن، حديقة متحف الفن الإسلامي، يعني ما تلاحظين أن تعدد الأماكن ممكن يسبب نمو لهذا المهرجان وممكن يسبب تشتيت ساعات في صحيح. عديد المهرجانات، شو اللي يعني شو اللي أضافه لكم إضافة مكانين زيادة اللي هم كتارة واللؤلؤة؟ احنا ايضا من خلال المهرجانات دائما نسعى بالشراكه مع شركاء الاستراتيجيين في السياحه، يعني اي شريك ممكن ياثر في السياحه بشكل مباشر او غير مباشر احنا نحاول نوصل له ونسعى له على اساس نشوف ايش نقدر نسوي. فوجود كثارة واللؤلؤ طبعا اضافه نوعيه للمهرجان. الاماكن هذه طبعا مثل ما قلت ممكن نشتت الناس ان في ثلاث اماكن، ولكن احنا حطينا خطه تسويقيه يعني اتمنى ان تكون واصله للكل بحيث ان الناس ما تتشتت. اضافه الى ذلك الموقعين اللي ضفناهم يعني انت تشوف التسويق لهم في كل المواقع الثلاثه، وبالاضافه الى ان شوي الجمهور ممكن يتوزع بدل الزحمه اللي تكون مركزه في متحف الفن الاسلامي. احنا تكلمنا عن هذا الموضوع قبل الهواء، فعلا اضافه الثلاث اماكن فرصه جميله ايضا لزوار هذه المناطق كونها واجهه سياحيه مثل كتارة او اللؤلؤة لحتى السياح من خارج دوله قطر نايف. اكيد. زين مشاعل، الحين انا رحت المهرجان وكلت وحسيت اني خلاص ما اقدر اكل زياده، هل في فعاليات؟ انا خبر كان في مسرح العام، يعني في اشياء اضافيه يعني الواحد مثلا يقدر يهضم فيها بعدين يرجع مره ثانيه يكمل. الحين انت اذا زرت المهرجان لازم يعني تجيب معدتك فاضيه على اساس تجرب كثر ما تقدر. بس اكيد في المسرح، طبعا عندنا عدد من المسارح، اولها مسرح الترفيه بشكل عام. هنا يعني تلاقي هذا يجذب كل العائله من شباب إلى صغار إلى حتى الكبار في السن. في مسرح بس لبراعم، فتلاقي يعني كل الأطفال يكون توجههم لهذا المسرح، يكونون شغوفين طبعاً بالشخصيات الكرتونية المهمة. في أيضاً غير هذا المسرحين في الترفيه المتحرك في طول يعني طول وقت الحديقة. فهاي تقريباً الفعالية الترفيهية موجودة، ولكن تكون هي كدعم فعاليات مصاحبة للفكرة الرئيسية للمهرجان. طيب الموسم الماضي حقق يعني المهرجان في عدد الزيارات أرقام كبيرة، ممكن شو الأرقام المتوقعينها هالسنة؟ هل فيكون في أرقام قياسية تحطم أرقام الموسم الماضي؟ يعني تتحدون نفسكم ما شاء الله. وشوف لازم لما تتحدى نفسك أنت تضيف أشياء جديدة بحيث أن أنت على الأقل يعني قادر تتحدى نفسك بطريقة معقولة. فلذلك احنا ضفنا اشياء كثيره، ضفنا اشياء عديده، نبي نخلق فرصه وتجربه مميزه للجميع. السنه اللي طافت كان عدد الزوار 170,000، احنا نطمح هالسنه على الاقل نكسر حاجز ال 200 باذن الله سبحانه وتعالى. راح تقدرون، انا شفت الصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، اتوقع ان هذا العدد راح توصلون له وتوصلون للي اعلى منه. الحمد لله اكيد يوصلون على الاكلات الطيبه اللي حاطينها، اكيد يوصلون له اكيد. مشاعل لو نتكلم عن الجهات المشاركه معاكم او الداعمين، يعني لما تقولين لي في مسرح حق براعم، يعني ما شاء الله الداعمين او الشركات او المبادرات اللي موجوده معاكم متعدده، فلو نعرفهم اكثر يعني. طيب السنة فعلا احنا سعينا للتواصل والتعاون مع اكثر من جهة، والحمد لله كانوا هم يعني ملبين هذا النداء، وفي عدد كبير منهم كانوا موجودين حتى في النسخة اللي طافت. طبعا من اهمهم متاحف قطر اللي يعطونا كل الصلاحيات المتوافرة في المكان مع دعمهم الكبير في حتى مشاركتهم، بالاضافة الى كتارة واللؤلؤة قطر. وطبعا هذا المهرجان عاده احنا ننظمه بالتعاون مع الخطوط الجويه القطريه اللي عندهم واحده من اهم الفعاليات اللي هو عشاء في السماء. هذه تجربه يعني ممكن الناس تقول كل سنه طيب تسوونها، لان العدد محدود وكل سنه الناس يعني يشترون تذاكر في يومين. فاحنا نشوف انه والله هذه الفعاليه هذه يعني مطلوبه وما تصير الا في المهرجان.
خل الناس تجربها على الأقل. بالإضافة إلى ذلك في شراكات كبيرة مثل الدوحة للسينما. طبعاً مؤسسة الدوحة للأفلام تعطي يعني تعطي تجربة مميزة في اللؤلؤة قطر، سينما مفتوحة، لأن الكونسبت أو النمط اللي موجود في المهرجان في هذه المنطقة مختلف نوعا ما عن متحف الفن الإسلامي، فمع شاحنات الأغذية وسينما مفتوحة يعني نتمنى أن الجيل الأكبر شوي يستمتع بهالنوع من الفعاليات. أتوقع هذه من يعني نهاية الأسبوع دائما في قطر هذه راح تكون فريدة من نوعها بوجود مهرجان الأغذية. لما نتكلم عن نقطة مهمة جدا وأنا صراحة وايد عجبتني في هذا المهرجان خصوصا في حديقة المتحف الفن الإسلامي، وهو دعمكم للمشاريع اللي موجودة مثلا في الإنستغرام من سيدات دولة قطر والبنات، لو نتكلم أكثر عن هذه المشاريع ودعمكم لها. طبعا احنا فكرنا فيها من النسخة اللي طافت، بدينا فيها وكان الحمد لله شيء لقينا فيه صدى جميل، فقررنا نكمل على هالموضوع، وهو دعم المشاريع اللي تاخذ من الانستغرام موقع حتى تبيع او تتواصل فيه من خلاله مع الناس. فاحنا قلنا نجيبهم المهرجان يشوفون فعلا السوق، يعني تجاوب السوق معاهم، وبالتالي ممكن تفتح هذه على يعني هذه المشاريع الصغيره مطاعم في المستقبل او كافيات. ونلاحظ طبعا الزحمه كلها موجوده في هاي المنطقه. الله يعطيك العافية مشاعل، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. ختاما لو تذكرين الجمهور بلمتى موجودين إن شاء الله، وشن هي الأوقات اللي أنتم موجودين فيها، يعني سواء في متحف الإسلامي في الحديقة أو في اللؤلؤة أو كتارة. في يعني أوقات المهرجان في متحف الفن الإسلامي من الساعة 1 إلى الساعة 10:30 بالليل، واللؤلؤة من الساعة 4 إلى الساعة 10، وكتارة من الساعة 1 إلى الساعة 10. في كل الأيام ولا في أيام معينة؟ كل الأيام. حتى يوم الجمعة؟ إيه. جميل، إذن مثل ما قلنا نايف أن هذه نهاية أسبوع راح تكون جميلة. كل الشكر لك على التواجد معنا في سيدي برنامج في الضحى، وأتمنى لكم دائما التوفيق، بإذن الله راح توصل الأرقام اللي تبونها إن شاء الله. شكرا، شكرا لاستضافتكم. الله يوفقكم إن شاء الله يا مشاعل. أعزائنا المشاهدين، حاليا قبل نطلع فاصل أو نأخذ فقرة ثانية، خلونا نروح حق زميلنا عمر الشمري اللي موجود معنا في أزدان مول، وراح يكلمنا أكثر عن موضوع إن شاء الله راح نشوفه معه. فصبحك الله بالخير يا عمر. صبحك الله بالنور، وتحية مشابهة إلى زميلنا سلمان في الاستوديو، وتحية أيضا إلى مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا في نهاية هذا الأسبوع متواجدين في أزدان مول لتسليط الضوء على فعالية ترشيد الأسبوع الخليجي، وللمزيد عن هذه الفعالية بيكون معنا أخونا خليفة اليوم، نرحب فيه ونقول له الصباح الخير. صباح النور، يا هلا ومرحبا فيك أخوي. الله يصبح فيك، الله يصبحك بالنور أخوي خليفة. أخوي خليفة، تكلمنا عن هذا اليوم اللي هو يوم أو أسبوع الترشيد الخليجي، وعن الفعالية المقامة بمناسبة هذا اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تنظم المؤسسة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بإدارة الترشيد مع مشاركة جودة المياه، مختبر جودة المياه بالمؤسسة، فعالية يوم المياه العالمي وأسبوع الترشيد الخليجي اللي هو من 22 مارس إلى 26 مارس، الفترة الصباحية للمدارس والفترة المسائية للجمهور. أسبوع الترشيد الخليجي هالسنة تحت عنوان إيش؟ السنة هذه سوينا الشعار يكون مياه أفضل وظائف أفضل، شعارنا مياه أفضل وظائف أفضل. وظائف أفضل، ما المقصود من هذا الشعار أخوي خليفة؟ الشعار هو اسم الشعار مياه أفضل وظائف أفضل، أن لا حياة من غير ماء ولا ماء من غير حياة. نعم. طيب الجهات المشاركة معكم اليوم في هذه الفعالية اللي تقومها طبعا مؤسسة العامة لكهرماء، الفعاليات عندنا أنشطة في المسرح والأسئلة الثقافية والأنشطة للأطفال والكبار، عندنا رسمك الجهات المشاركة اللي هي نسلة وقطر كول ودفاع المدني والمركز الثقافي للطفولة واللجنة الدائمة للمسكرات والمخدرات. يمكن احنا ايضا المشاهدين يشوفون الان الفعاليات ورانا الاخوان في المؤسسة العامة لكهرماء يقومون بفعاليات هدفها ترشيد الصغار في المدارس. نتكلم عن الورش المشاركة اليوم في هذه الفعالية اخوي خليفة. عندنا ورش أطفال اللي هو للأطفال تكون فيها التلوين، وعندنا الحفاظ على الماء من جميع الجهات اللي المشاركة، اللي هو كيف الحفاظ على الماء، كل جهة ولها مشاركة من الحفاظ على الماء. كيف تجسد ذلك من خلال الفعاليات اللي يقومون فيها الإخوان؟
والله هو شيء حلو انه يعني نفهم الناس ونعلمهم انه كيف الحفاظ على الماء، ترشيد المياه عن طريق الحفاظ على الماء من الوضوء او ان الشرب الماء حتى لو يكون نفس الشيء. تفاعل الاطفال كيف اخوي خليفه، كيف تشوفون تفاعلهم اليوم؟ والله التفاعل يكون شيء كبير الحمد لله، يعني عندنا الحين من اول يوم المدارس طلاب المدارس من الفئات جميع الفئات، وعندنا حتى المساء يكون من الجمهور للعائلات. الى متى تستمر هذه الفعاليه ان شاء الله؟ ان شاء الله لين تاريخ 26 اللي هو يوم السبت يكون تكون الفعاليه من الصباح المساء. يعني فتره الويكند نهايه الاسبوع فتره الاجازه كل يوم متواجدين؟ اي نعم، بيكون في مسرح هنا وفي اسئله وفي اجوبه، ان شاء الله بيكون في يعني اسئله وانشطه ثقافيه للاطفال. نعم اكيد تحب توجه دعوه من خلال شاشه تلفزيون قطر للاسر وللعائلات لاصطحاب اطفالهم الى هذه الفعاليه. نعم انا اوجه للاطفال ان يجون مجمع اسدان مول للمشاركه في الاسئله والانشطه للاطفال للحفاظ على الماء، وفي ورش اطفال بعد بتكون هنا من الجهات الرسميه. طيب هل هناك مسابقات اخوي خليفه؟ هل هناك مسابقات؟ اي نعم في مسابقات يوميه بتكون على المسرح اللي هو اسئله عن الترشيد، ترشيد المياه والكهرباء وانشطه من خلال المشاركه هنا عندنا. نعم. طيب اخوي خليفه الحين انت من خلال تواجدك اليوم الصبح كيف تشوف فهمهم واستوعابهم لهذا الشيء؟ هل في هناك تطبيق يعني تودونهم مثلا خلوهم يطبقون مثلا لما يفرش فرشه الاسنان مثلا ما يتم فاتح مثلا المياه ويخليها بس يعني يهدر المياه والتفاصيل الدقيقه نبيك تكلمنا عنها. بالعكس هني الاطفال يفهمون احسن ان ليش ان عندنا مثلا مختبر المياه يعني يعلمونهم كيف جوده المياه، يعني شلون جوده المياه عندنا في قطر، ويعلمونهم شلون يعني تحافظ على المياه من خلال البروشرات، من تعليم عندنا الورش، عندنا المسابقات والاسئله، اسئله الترشيد عن المياه والكهرباء. بالخصوص ان هذه المياه حقيقه يعني المؤسسه القطريه لكهرباء والدوله يتعبون على تحليه هذه المياه، فواجب مننا ان احنا نحافظ على هذه المياه حتى اثناء الوضوء ما نخلي بس الماي مفتوح بهالطريقه هذه ولا نغسل مواترنا في الحوش، واذا رحنا نبي نفرش اسناننا بعد يعني ما نخلي الماي بس مفتوح ونقعد 10 دقائق، اذا كل واحد مارس هذا التصرف اكيد في النهايه بيكون هناك مياه يعني كميه كبيره من المياه بتهدر بهالطريقه. كل الشكر لك اخوي خليفه على كل الكلام اللي تفضلت فيه، شكرا لك. الله يسامحك يا زلمه. اذا مشاهدينا كنا في نقل مباشر معاكم من مجمع عزدان مول، وبعد هذا النقل نرجع للزملاء في الاستديو. الله يعطيك العافيه يا عمر على هذا النقل، يعني فعاليات جدا جميله ومعلومات اجمل. نوجه الجمهور ان نقول لهم ان يتوجهون لازدان مول، اكيد في اشياء اطفالهم يستحقون انهم يشوفونها، فما قصروا بهذا النقل عمر. اكيد مشاهدينا الكرام راح نشوف وياكم الان تقرير عن ختام مؤتمر مؤسسه قطر للبحوث، وان شاء الله بعد الفاصل راح نتكلم عن معسكر خطط لمستقبلك لمركز شباب العزيزيه. شوف التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل. يوم ختامي لكنه البداية في مستقبل الفائزين بجوائز مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، المؤتمر الذي يفتح الآفاق واسعة نحو استثمار العقول البحثية من أجل خدمة المجتمع. المؤتمر وفر فرصة للمؤسسات والأفراد للاستفادة من استراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أطلقها قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر عبر الإنفاق على أوراق المشاريع الواعدة. هناك تخصيص لتقريبا 2.8% من دخل البلاد على البحث العلمي. بالنسبة لاستراتيجيتنا في الصندوق القطري، احنا طبعا نتبع مسار استراتيجية قطر الوطني للبحوث اللي اطلقت في 2012 للتركيز على 4 ركائز اللي هي الطاقة والطب ونظم المعلومات والعلوم الإنسانية. 18 جهة حكومية وغير حكومية في الدولة فازت بمنح تمويلية لأكثر من 300 مشروع بحثي في مجالات الطاقة والبيئة والصحة، كما قدمت جوائز لأفضل مكتب بحوث ولأبحاث الطلبة الجامعيين ولمعرض قطر للعلوم والهندسة، إضافة إلى تكريم خريجي برنامج قطر للريادة في البحوث.
اليوم جامعة قطر فازت ب 37 مقترح بحثي من أصل 169 مقترح. طبعا هذا يعتبر إنجاز كبير، وجامعة قطر أحرزت النسبة الأكبر بين كل المؤسسات اللي تقدمت منح الأبحاث. احنا ان شاء الله الخطة الجاية نحن نستمر ونكمل رسالة الدكتوراه بإذن الله سبحانه وتعالى في الملكية الفكرية بإذن الله في القانون، والدعم اللي تقدمه الدولة كبير ويعني لنا الكثير. فزت اليوم بالمركز الثاني في مسابقة معهد قطر للعلوم والهندسة، وإن شاء الله راح أشارك في مسابقة إنتل آيسف أريزونا. مؤتمر يجمع العقول العلمية والباحثين من قطر وخارجها لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والمنطقة، والاستثمار الابتكارات البحثية من أجل خدمة المجتمع. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا التقرير والفاصل اللي أخذناه. ونصبح بالخير على كل من انضم لنا حاليا. احنا في فقرتنا الثانية راح نتكلم عن مركز شباب العزيزية التابع لوزارة الثقافة والرياضة. المركز هذا منظم معسكر للشباب، لما نقول الشباب يختصون في شباب الثانوية العامة. ومعنا اليوم عبد الله ماجد البدر، منسق أنشطة في مركز شباب العزيزية. فنقول صبحك الله بالخير ونورتنا يا عبد الله. يا هلا أخ نايف، رحب فيك وفي الأخ سلمان وفي السادة المشاهدين خلف الشاشات. أبو مايد منورنا في الاستديو. في البداية بنتكلم ونبنعرف السادة المشاهدين بنبذة سريعة عن مركز شباب العزية. نعم، مركز شباب العزية، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مركز شباب العزية هو مركز تابع مثل ما تفضل الأستاذ نايف لوزارة الثقافة والرياضة. مركز يهتم أولا بمنطقة العزيزية وما جوارها من الوعب ومعيذر وغيرها من المناطق وقطر بشكل عام. المركز يهتم بالقيم، وخاصة القيم اللي ترتكز عليها وزارة الثقافة والرياضة اللي هي الإبداع والاحترافية، هذه في المقام الأول. في المقام الثاني هي القيم الأخرى في جميع المجالات. عبد الله، لو نتكلم عن خطط لمستقبلك، سالفة المعسكر هاي ويعني عطنا فكرة أكثر عنه. هو الله يسلمك، معسكر يعني يكون حق الثانوية اللي هم من 15 إلى 17 سنة. الأولوية طبعاً تكون للطلاب القطريين. الهدف منه يعني إحنا شاركنا قبل في معسكرات وشاركنا في تحس الشباب الحين يبون شيء غير عن قبل، يبون شيء يعني الحين صار الطموح عند الشاب القطري مب آي وألعب كورة وأروح وألعب شغلة، لا صار طموح الشباب عالي. يعني صار هو يبي في الثانوية يبي يشوف مستقبله، يبي يشوف هو شنو يبي يشتغل، يبي يشوف شنو هو يبي يدرس، يبي يشوف شنو هو يبي يقدم لمجتمعه ولوطنه. فهذا اللي ترتب عليه ان احنا نقفز بطموحاتنا مع الشباب الى ان احنا نقول فعلا لازم نسوي هالمعسكر. معسكر اللي هو ان شاء الله باذن الله يكون في نسخته الاولى اسم على مسمى، ان الطالب يدش يعرف شلون يخطط حق مستقبله من ناحيه. ان شاء الله بتكون في زياره لجهات، ان شاء الله بعد بتكون في دوره تدريبيه في تخطيط المستقبل في اختيار التخصص سواء الجامعي او حتى العملي. والهدف من زياره الجهات هو معرفه سوق العمل ومعرفه طبيعه العمل في كل جهه. عبد الله، يعني احنا نقدر نقول انه بمثابه معرض مهني ولكن كمعسكر بالنسبه لطلاب ثانويه بشكل عام، مو بس الثانويه العامه بس حتى الطلاب الثانويه كلهم. لأننا بنتكلم ان الحين الطالب، لو انا عندي اخوي الصغير ولا عندي واحد كولي امر عندي ابن بدخله هذا المعسكر، شو اللي انتظره من ابني بعد ما يخلص المعسكر؟ بعد ما يخلص المعسكر خلاص هو يكون عارف هو وين يبي يدخل باذن الله، ويعرف هو ليش يبي يدخل. يعني هذه شغلة مهمة، احنا دائما
يعني وغالبا الشباب بيركزون على انا بأشتغل في المكان. انزل ليش؟ شو اللي بتقدمه انت حق وطنك او حق مجتمعك في هذا المكان؟ ممكن انت في مكان ثاني تقدم اشياء احسن، وهذا اللي احنا ان شاء الله نهدف له ان شاء الله. عبد الله، لما نتكلم عن سوق العمل ونتكلم عن النقطه اللي ذكرتها انك نعم. تهيئ الطلاب انهم ينتقلون لسوق العمل، فلو نتكلم اكثر عن شلون انتم تهيئون الطلاب؟ يعني انتم تودونهم للجهات هذه ولا انتم تقدمون الورش ولا تسوون كل هالاشياء هذه؟ احنا الله يسلمك المعسكر، يعني طبعا هو بيكون على نظام مبيت من تاريخ 10 الى تاريخ 13، يعني من يوم الاحد الى يوم الاربعاء. فالمعسكر بيكون في الفتره الصباحيه عباره عن زياره للجهات، وزياره لجهات منها قناه الريان، منها مصرف الريان، وغيرها من الوزارات ان شاء الله. فهذه بالنسبه للفتره الصباحيه. طبعا فتره العصر بتكون عباره عن الدورات، اللي هي الدوره اللي انا ذكرتها اللي هي بخصوص اختيار التخصص والتخطيط للحياه بشكل عام. وبعد الفترة المسائية بتكون كلها عبارة عن ترفيه، ويعني احنا ما نبي بعد نعيش الشباب جو انه انت بتي من مدرسة وفي فترة اجازة بتقعد بعد بتدرس تاخذ دورات. لا، في ان شاء الله جانب ترفيهي مضموع حدائق، وفي دوري قدم، وفي العاب، وفي كل هذه الامور ان شاء الله نوفرها. بس لازم بعد الواحد شوي يلتفت لمستقبله. اكيد شوقتنا لما قلت حداق. عبد الله، عبد الله لو بتتكلم الان، انت مثل ما ذكرت ان المعسكر راح يكون من تاريخ 10 الى تاريخ 13. بس كيفيه التسجيل في هذا المعسكر؟ هل عندكم موقع الكتروني اسجل فيه، او اروح اتجه الى مقر المركز، ولا كيفيه التسجيل شلون راح تكون؟ هو اليه التسجيل الله يسلمك، طبعا احنا نشرنا تقريبا امس في انستغرام المركز وتويتر المركز رابط للتسجيل خلال الانترنت يعني. وان شاء الله يعني يكون التسجيل، بعدها احنا نعبي ناخذ البيانات كلها ونتواصل يعني معها على اساس انها تكون في ان شاء الله مقابله في المركز، وبعدها يتم تصفيه. جميل. يعني التسجيل دش على اكاونت او حساب مركز شباب العزيزيه في التويتر، في الانستغرام، في مواقع التواصل الاجتماعي، في رابط يدش على الرابط ويسجل من خلاله في هذا المعسكر، وبعدها احنا ان شاء الله نتواصل معه ونعلمه. جميل، تمام. لو ننتقل من المركز للوزاره، نقول كيف دعم الوزارة معاكم، أو كيف وضع المركز بعد الوزارة أو بعد الانضمام للوزارة؟ احنا طبعا المركز يعتبر كمركز من المراكز الجديدة، مركز شباب العزيزية يعتبر من أجدد المراكز اللي صارت مراكز العامة. مركز تأسس سنة 2013 تقريبا مع الوزارة، يعني وزارة اللي هي الثقافة والرياضة. فبالنسبه للوزاره ما شاء الله يعني مش مقصرين، سعاده الوزير ما مقصر في اي شيء، سواء في سماع الاراء، سواء في حتى الميزانيات، في كل هذه الامور مش مقصرين صراحه. وبالعكس قاعدين هم يدفعوننا لان احنا نقدم الافضل والافضل للمجتمع والوطن. جميل. عبد الله، طبعا سعيدين بتواجدك اللي كان معنا في برنامج في الضحى، نتمنى لكم دائما التوفيق، ولهذا المعسكر التوفيق. وشيء جميل ان اجازه الابناء يكون فيها عنصر ترفيهي وايضا عنصر الفائده للمستقبل، فكل الشكر لك على تواجدك معنا. الله يسلمك، وانا اشكركم على اتاحه هذه الفرصه، والله يعطيكم العافيه، وكلنا ان شاء الله نخدم هذا الوطن. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونذكر اعزائنا المشاهدين ان اللي بيسجل في هذا المعسكر يقدر يزور حسابات مركز شباب العزيزيه على تويتر او انستغرام، بس يحط في البحث شباب العزيزيه. نعم. وان شاء الله راح تطلع حساباتهم. وصلنا إلى ختام فقرتنا الثانية أعزائنا المشاهدين، حاليا راح نروح لتقرير مركز دريمة لرعاية الأيتام وفعاليتهم إحنا منكم وفيكم. نشوف هذا التقرير وناخذ فاصل ونرجع لكم إن شاء الله مرة ثانية. إيماناً من مركز رعاية الأيتام دريما بأهمية المسؤولية المجتمعية وإدماج أطفال دريما مع غيرهم من الأطفال، نظمت المؤسسة عدداً من الفقرات الرياضية والترفيهية بحديقة إسباير بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وخلق جو ترفيهي لهم. ارتأت دريما من تنظيم هذه الفعالية توعية المجتمع بفئة الأيتام، وأن مسؤولية الأيتام ليست مسؤولية دريما وحدها، بل مسؤولية المجتمع ككل.
الكل، والجميع يشارك في هذا النشاط. قدموا لنا الملتقى الشبابي التطوعي بالإضافة لمطابع سباير وسباير زون واللاعبين القطريين، أنشطة منوعة تضمنت مسابقات وجوائز. مشاركتهم على الإحساس، والأطفال مبسوطين هون بهالاحتفال وفعاليات حلوة، وكنا نتمنى أنه الواحد لو يقدر يصل حتى حق الأيتام نفسهم ويشاركهم داخل المركز تبع دريما. الأنشطة لاقت تفاعلا إيجابيا من مختلف الفئات العمرية، حيث تفاعل أطفال دريما والأطفال المشاركين مع المباريات الودية التي جمعتهم مع لاعبين قطريين من مختلف الأندية، مما حقق الهدف المرجو ألا وهو نشر التوعية بين أفراد المجتمع. اليوم حابين نشارككم الفرحة ونشوف فرحة الأيتام، ولعبنا وياهم كورة ولعبنا وياهم فعاليات مسابقات هنا، وشفنا فرحتهم بالعكس فرحة كبيرة، قدمنا لهم جوائز، وبالعكس هي المفروض جميع طبقات المجتمع يشاركون الأيتام بهالفرحة. إحنا منكم وفيكم، حملة استمرت على مدى يومين بهدف إدماج أيتام دريما مع أطفال المجتمع وتوعية مختلف الشرائح حول هذه الفئة وحقوقها، حيث أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامجكم فيض ضحى، وصولا إلى فقرتنا الثالثة اليوم، وآخر فقرة راح تكون هذا الأسبوع، وراح تكون فقرة مميزة مع أحد شباب دولة قطر المهتمين والفنانين المنضمين إلى مجال الفن. راح نتكلم معاه أكثر وعن مشاركته في مهرجان قطر المسرحي، مهرجان دوحة المسرحي، نسيتني يا نايف. إذا راح يكون معنا الفنان الشاب عتيق مبارك العبد الله، ونرحب بانضمامك معنا في برنامج فيض ضحى، وسعيدين بتواجدك ويانا. مرحبا بك يا أخونا، وش نصبح عليكم، نصبح المشاهدين. ثاني شيء خلنا نتكلم عنك، متى دخلت للمسرح ومتى حبيت أنك تنضم لعالم الفن؟ تميت يعني محتار بين نفس مثل ما تقول مواهب أو شيء، ما تعرف وين تبي تروح. حاولت يعني أنا كنت أحاول إني أوصل حق هذا المجال. أيوه. إنزين، بس ما في لها طريق، أو يعني ما عرفت وين الطريقة. صدفة شفت نفس العلامات أو يعني سيارة مت عليها صورة المركز الشباب للفنون المسرحية. خذيت الرقم واتصلت اليوم الثاني، لرد علي واحد وتكلمت معه شنو، قال لي تقدر تسجل وتقدر، وفي ورشة يعني معانا وشي. قلت له خلاص مو مشكلة، متى هذه؟ سجلت، الأمور كلها طيبة، رحت معاهم، وكان المخرج اللي هو ماسك الورشة فهد الباكر. جميل. أستاذنا فهد الباكر. هاي متى هالكلام؟ أي سنة؟ هاي سنة بداية 2015. جميل. ما شاء الله. دخلت معاهم الورشة، ونهاية الورشة خذينا نفس المسرحية قصيرة، وهذه عقبها يعني شاف مني يمكن شيء زين هذي، فأخذاني على طول اللي بعدها حق مسرحية اللي هي عمره ما تبخر تبخر واحترق. هي كانت حرم سعادة الوزير، كانت يعني الكاتب الأصلي حرم سعادة الوزير، سووها في الكويت وسويناها في الدوحة على المسرح الحديث. جميل. وبس الحمد لله. عتيق، يعني الشباب دائما لما يتجهون لمجال التمثيل ممكن يفضلون التمثيل في التلفزيون، تمثيل مسلسلات، بعضهم يفضل التمثيل السينمائي، ايش معنى انت اخترت المسرح بالذات؟ لانه تقريبا يعني هذا اللي انا عارفه للحين، انه اول طريق
حق التلفزيون والإعلام أو المسرح هذه اللي هو المسرح. يعني ما شفت مثلاً على طول تلفزيون أو شيء، ما شفته عندنا يعني ولا أنا شفته. أبو الفنون يسمونه المسرح. أيوة أبو الفنون مثل ما أنت قلت، فمستحيل إن على طول أنا بتوجه حق المسلسل، أكيد المسرحيات وهي اللي تسحب خطوة بخطوة يعني خطوة للوصول إن شاء الله إلى نشوفك فنان كبير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله أكيد لما بنشوفه حالياً موجود في مهرجان الدوحة المسرحي، فلو تكلمنا عتيق أكثر عن تواجدك في هذا المهرجان، في أي مسرحية، إيش راح تسوي؟ إن شاء الله هالمهرجان اللي هو بيبتدي تاريخ 27 مشارك أنا في مسرحية الجوع للكاتب طالب الدوس، إخراج فالح فايز، معنا من الشباب القطريين والخليجيين طبعاً، وهي أول تجربة لي حق المهرجانات اللي في الدوحة يعني. جميل أخوي عتيق، يعني هالمهرجانات هذه والفعاليات اللي تقام، يعني بالنسبة لك أنت كشاب وهذه أول مشاركة لك في مهرجان، شو اللي ممكن نضيفه لك وشو اللي ممكن نضيفه للشباب اللي مشاركين؟ طبعاً هي تحقيق مثلاً أمنية هاي يعني شخصياً لي. ثاني شيء أعرف شو يصير في المسرح زين من المهرجانات وهالأشياء اللي يعني تصير غير المسرحيات الخارجية يعني من المهرجان أو هذي، وكسب نفس كسب معلومات، كسب ثقة أكثر، كسب يعني أهمية أكثر، عشان مرات الجيات أو المحاولات الجاية أكون يعني واصل. إن شاء الله أعطيك. في الكثير من الشباب يعني ممكن عندهم حب المسرح وحب التمثيل، لكن يقول أستحي أطلع قدام الناس ولا ما عندي الجرأة إني أطلع وأوقف على مسرح وأقعد أدي دور، شنو الرسالة اللي ممكن توجهها لهؤلاء الشباب اللي ما عندهم الجرأة مثلك إن يتوجهون ويبدون في المجال المسرحي؟ يعني أنا طبعًا كنت مثلهم وشفت شلون هاي، يعني كل واحد مثلًا لو يبي هاي الشيء إنزين أو إنه يتمنى هاي الشيء بس إنه مستحي، بيجي يوم بيجبر نفسه انه يروح، خلاص وصل انه هو متمني هذا الشيء او انه يبي هاي الشيء، فهاي اللي مثل ما انا كسرت الحاجز بينكسر حاجز عندهم، لانه بعد ما راح يعني يستحملون واجد اذا هو يبي هذا الشيء. اكيد هذا يعني هاي اللي انا كسرته ودخلت المسرح الحمد لله. بس هاي اللي يعني اقدر. الله يعطيك العافيه عتيق، يعني اتمنى لك التوفيق، ونقدر نقول فعلا جديد على مجال الفن او المسرح كذلك، لكن تواجدك واصرارك، يعني نفس ما نقول انت من قبل كان عندك الطموح ولقيت المدخل ودخلت ووصلت في هذا الشيء، فان شاء الله ان لك مستقبل ونشوفك ان شاء الله في مهرجان الدوحة المسرحي. ان شاء الله ان شاء الله، وتكون ان شاء الله تكون الحاضرين لي يعني يا رب باذن الله. اكيد عتيق هذا واجبنا ان احنا نتواجد لدعم هؤلاء الشباب، وبالتوفيق ان شاء الله نشوفك من كبار الفنانين ان شاء الله في دولة قطر، تمثلنا في دولة قطر وخارجها ان شاء الله. ان شاء الله، ونبي بعد يعني دعم اللي يشوفونا واللي يسمعونا واللي عارفين في هالموضوع ان يدعمونا بعد في باذن الله في المهرجان هذه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام راح ننتقل الان وياكم لنشوف تقرير عن غرفه المغامرات. شنو غرفه المغامرات راح نشوفها وياكم في هذا التقرير، وبعدها ان شاء الله فاصل ونرجع لكم. فكرة الأدفنشر رومز هي أساساً فكرة سويسرية، صاحب الفكرة هو مدرس علوم، بدأ الفكرة في سويسرا كمشروع لمدرسة، ومع النجاح اللي حققته اللي كان غير متوقع من ناحيته، بدأ الطلبة في المدارس الأخرى في سويسرا يجوا للمدرسة اللي هو عمل فيها المشروع طالبين إن هم يدخلوا، فقرر إن هو يعمل أدفنشر رومز كشركة مستقلة في سويسرا. مع الوقت بقت مقصد سياحي للسياح وللزائرين اللي بيروحوا لسويسرا، لحد ما انتشر الموضوع وبقت دلوقتي في أكتر من 28 دولة في صورة 58 فرع. بدأنا في قطر بتو جيمز، الجيم الأولى أو اللعبة الأولى هي الكريزي ساينتست أو العالم المجنون. فكرة الجيم إن مجموعة من المشاركين بيدخلوا مكان المفروض إن فيه عالم مجنون خطفهم وهو خرج من المكان ده لمدة ساعة، وصحي ولقوا نفسهم جوه المكان، ومطلوب منهم
يحلوا الألغاز اللي حاططها ليهم العالم ده عشان يهربوا قبل ما العالم يرجع في خلال 60 دقيقة. دي اللعبة الأولى. اللعبة الثانية اسمها البلاك كوين، وفكرتها إن في كوين أو ملكة مخطوفة في مكان، وإن في مجموعة من المشاركين دخلوا عشان ينقذوها، وهي عرفت بوجودهم في القصر أو في المكان اللي هي فيه، فبدأت تحط لهم كلوز ومساعدات بحيث إن هم يوصلوا إزاي يهربوا من المكان ويهربوها معاهم. ميزة الأدفنشور رومز إنها بالنسبة للعمر بنبدأ من أول 7 سنين لحد فيما يتخطى 70 سنة، ودي لأن الموضوع ملوش علاقة خالص بالسن، الموضوع له علاقة بمستوى التفكير وقوة الملاحظة والتركيز. أنا بدعو كل اللي بيشوفونا دلوقتي إن يجوا يجربوا أدفنشور رومز قطر، هي حاجة هتعجبهم جداً. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نقدم لكم شيء مفيد، وتشوفون هذا كله إن شاء الله في الإعادة الساعة 2 المساء، وتقدرون تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي قطر تلفزيون الموحدة في جميع شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنا. أكيد مشاهدينا الكرام نتمنى لكم دائما متابعة طيبة لبرامج تلفزيون قطر، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع برنامجكم في الضحى. مع السلامة.